أنا محمد حسن، طالب في الفرقة الرابعة، تمام؟ مجرد عضو في فريق بحثي، مفيش حد فيهم يقل أهمية في الشغل اللي عمله في البحث ده، تمام؟ طيب، إحنا عنوان الموضوع بتاعنا اللي هو الميديكال ليجال أسبيكتس أوف بروبلماتيك إنترنت يوز، بمعنى إن في استخدام سيء للإنترنت، الاستخدام السيء ده بدأ يؤدي لمشاكل، المشاكل دي عايزين نشوف الميديكال ليجال أسبيكت بتاعها، الناحية الطبية والشرعية بتاعتها. طيب الكلام ده خدناه في عينه من طلبه جامعه عين شمس، تمام؟ طيب احنا ليه عملنا البحث ده؟ البحث ده عملناه لان اول حاجه ان استخدام النت بدا ينتشر جدا بين الشباب، وطبعا اي حاجه بتنتشر لازم ينتشر معاها الحلو وينتشر معاها الوحش، فاحنا بنبص على الجانب الوحش اللي انتشر مع استخدام النت، ده اللي احنا بنبص عليه، وخاصه الجانب الجنائي او الجانب اللي فيه جرائم. طيب طبعا مع انتشار النت بين الشباب لازم الكلام ده كله هينتشر في مصر، المجتمع المصري زي اي مجتمع في العالم بيتاثر بالحاجات الخارجيه، فاحنا عندنا في مصر زي برضو النت انتشرت معاها الجرائم بتاعت النت اللي هي بعنوان اللي هي السايبر كرايمز، ده اللي هو الموضوع بتاعنا واللي هناخد منه الميديكال ليجال أسبيكت. طيب ليه برضو عملنا الكلام ده؟ احنا عندنا الطب الشرعي كماده بتهتم بالجرائم الماديه، يعني قتل، انتحار، اغتصاب، الكلام ده كله. طيب دلوقتي بقى في جرائم الكترونيه، جرائم على النت، ده اللي احنا لازم الطب الشرعي يبتدي يبص له، تمام؟ لان ده بيأثر بعد كده في الحياه بره. طيب عشان كده احتاجنا ان احنا نعمل البحث بتاعنا. البحث بتاعنا اشتغلناه بدراسه اللي هي الكروس سكشن ستادي. الدراسه دي بتتميز بحاجه مهمه جدا، ان انا اقدر اخد النتيجه بتاعتها واعمل لها جنراليزيشن على الشعب او البوبيوليشن اللي انا باخد منه العينه. طيب لما جينا خدنا البوبيوليشن بتاعتنا، خدنا اللي هي عين شمس يونيفرسيتي ستودنتس، طلبه عين شمس، بما انها مثال للشباب، تمام؟ وحاجه في نفس الوقت متاحه ان احنا نقدر نشتغل فيها. خدنا السامبلنج بتاعنا، كان اللي هي ستراتيفايد سامبلنج، قسمناها على مدار الكليات 200 عينه من 10 كليات، كل كليه خدنا منها 20 طالب، قسمناهم 10 ميلز و10 في ميلز، وخدناهم من الاربعه جريدز، تمام؟ طيب الستادي تول بتاعتنا، ايه الاداه اللي استخدمناها في البحث بتاعنا؟ الاستبيان. ده كانت احسن طريقه ان احنا ناخد من الطلبه معلومات اللي احنا عايزينها، وهم حاسين بانهم عندهم برايفسي وهم بيملوا الحاجه او بيدونا البيانات بتاعتهم. طيب بعد ما عملنا البحث طلعت لنا ريزلتس، تمام؟ الريزلتس دي طلعنا منها بكذا نتيجه. الاول قبل ما نتكلم بالنتائج اللي طلعت لازم اتكلم عن النتائج العامه بتاعت الطلبه كلها اللي احنا خدنا منهم العينه. احنا اكتشفنا ان مع زيادة استخدام النت او زيادة استخدام السيء للانترنت بدأ يظهر ان العنف بيزيد. طيب العنف لما زاد عرفنا ازاي ان هو زاد او كده، ان احنا حطينا في الاستبيان اسئلة بتقيس رد فعل الطالب لما واحد بيسيء ليه على الانترنت، ومن خلال كده طلعنا العينة او طلعنا نتيجة ان 17% من الطلبة، تمام، كان ردهم ان هو بيرد بعنف، وبعنف مش بس على الانترنت، لا ده بعنف خارج الانترنت في الحياه العامه، ان هو ممكن لو واحد اساء ليه على الانترنت ان هو يرد له الاساءه دي او يرد له الكلام ده بره الانترنت بمشكله. طيب مش بس كده، ما اكتفيناش ان الشخص يبقى هو المسؤول عن الكرايم، لا ده احنا كمان حبينا نقيس نسبه الناس اللي ممكن يبقوا فيكتيم للكرايمز اللي ممكن تحصل على النت. طيب يعني ايه الكلام ده؟ مثلا انا سالنا الطلبه، انت كم مرة أو هل تم استخدام معلوماتك بشكل سيء ولا لأ؟ هل تم استخدام صورك بشكل سيء ولا لأ؟ وكل ده طالع من نسب، إن في 14% قالوا أنا معلوماتي فعلاً على الإنترنت تم استخدامها بشكل سيء وتم ابتزازي تم الابتزاز يعني بالمعلومات أو بالصور. طيب ديسيفد اللي هو الخداع، يعني كم واحد اتخدع على الإنترنت، تمام؟ وحصلت له مشاكل أو زي مثلاً إن هو اتخدع إن هو اشترى منتج أو كده على الإنترنت، وطلعت النسبة 19%. طيب وبرده كذلك اللي هو اختراق الحساب اللي هو الهاكت، ان هو هاكد على الانترنت، ان حد يعمل له هاكينج او كده. طيب في حاجه مهمه قسناها كويسه جدا، اللي هي كميه الناس اللي فاتحه البرايفسي بتاعتها على الانترنت. يعني ايه؟ يعني سايبه معلوماتها متاحه على الانترنت، سايبه كل حاجه متاحه ان اي حد ممكن يتصفحها او يستخدمها. لقينا ان 50% من الناس اللي بتستخدم الانترنت او من الطلبه اللي احنا اخذنا منهم العينه عندهم البرايفسي مفتوحه، مفيش برايفسي، كل معلوماتهم متاحة، يقدر أي حد بكل سهولة يخش يرتكب كرايم معاه ويبقى هو الفيكتيم. مش أوير إن مش أوير إن هم برايفسي، أو حتى مش أوير، في ناس بتحب إن هي أصلا تبقى فاتحة معلوماتها كلها. طيب بعد ما عملنا الأوفر أول ريزلت،
تمام؟ كان لازم نقارن بين الفرق بين الميل والفيميلز، مين الاكتر فيهم هاي ريسك جروب، اللي هو مين المعرض اكتر للكرايمز دي، او مين معرض اكتر ان هو يبقى فيكتيم، او العكس، او ان هو يبقى الشخص نفسه اللي بيعمل كرايم. طيب في الشارت هنا انا عندي الشارت الشمال ده اللي هو الميل، والشارت اليمين اللي هو الفيميلز. لقينا ان الميلز هما اكتر تعرض للاساءه على الانترنت اكتر من الفيميلز، ودي الحاجه دي النتيجه اللي احنا يعني استغربناها الى حد ما، ان الميلز فعلا هم الاكثر تعرض للاساءه، او تعرض ان هم يبقوا فيكتيم على الانترنت من الفيميلز. تمام. بس في حاجه مهمه جدا، اكتشفنا ان الفايلنس او الرد بعنف على الاساءه دي بيبقى اكتر في الفيميلز. دي الحاجه اللي برضو من النسب اللي احنا اكتشفناها، ان فعلا الفيميل عندهم العنف اكتر، رد الاساءه بيبقى اكتر. طيب في حاجه مهمه هنا، او في نسبه مهمه، ان انا عندي في الاوبن برايفسي، في الاوبن برايفسي اللي هم فاتحين الانترنت، لقيت ان انا عندي الميلز بيحبوا ان هم يبقوا اكتر متاحين على الانترنت، اللي هو يبقى اكتر حاجته مش محميه بنسبه 63%، والفيميلز بنسبه 37%. عرفنا الكلام ده ازاي؟ ان احنا حطينا ببساطه في الكوستشنير سؤال، هل بتسمح ان حد يبعت لك، حد غريب يبعت لك رسائل على الانبوكس بتاعتك؟ ده سؤال بعرف منه هل هو فاتح الدنيا عنده في الفيس، اي حد ممكن يبعت له رساله. تمام. وخدنا النسبه دي حللناها لايه بقى؟ ان نسبه ال 63 دي بتاعت الميلز، طلعت الرسائل اللي بتجي لهم تمام 33%، بال 33% بتبقى بروفيجيشن، حاجه زي تحرش او حاجات اللي هي تعتبر بنعتبرها ممكن كرايم على الانترنت. تمام. ونسبه 11% تبقى حاجات ليها علاقه بالبورنوجرافي. تمام. ونسبه 50% حاجات خاصه بالورك والاستادي وكده، ونسبه صغيره جدا 6% اذرز اللي هي حاجات ما لهاش علاقه بالبحث بتاعنا. تمام. في حين الفيميلز، تتفوق عليهم في البروفيجيشن، الرسائل اللي بتجي لهم طبيعي، يعني في الفيس كمثال ان هو اي بنت معرضه في اي وقت ان هي تجي لها رسائل فيها تحرش. تمام. في حين البورنوجرافي نسبته قليله جدا 2%، و30% و32% حاجات خاصه بالشغل وكده، واذرز 30%. طيب احنا كده فرقنا بين الميل والفيميل، عايزين نقسم بين الجريدز. احنا خدنا العينه بتاعتنا من سنه اولى لسنه رابعه، خدناها في الكليات على مستوى عين شمس، كان في كليات بتبقى 5 سنين وكليات زي الطب عندنا 6 سنين، بس احنا حددنا وحدنا السامبل ان هي من سنه اولى لسنه رابعه. فكان لازم نفرق بين تطور الفايلنس وتطور اللي هو ان الواحد يبقى فيكتيم وكده من مدار على مدار السنين. لقينا ان تقريبا ان الشخص يبقى فيكتيم لسايبر كرايم ده بيقل غالبا مع تطور السنين، يعني سنه رابعه هلاقيها قليله في الرد بعنف على الاساءه من سنه اولى. نضج. بس هي الحاجة الوحيدة اللي تقريبا متساويين فيها اللي هي الهاجد، ان هو سنة أولى زي سنة رابعة، أي حد فيهم بيتم اختراقه عادي، دي برضه نسبة غريبة. طيب الحاجة بقى اللي بتزيد هي إيه؟ اللي هي الأوبن برايفسي، أو اللي هي هنا كلوز برايفسي، الناس مع زيادة السن في سنة أولى، في سنة أولى هو في سنة أولى ببساطة في سنة أولى هو بيبقى الدنيا عنده مقفلة شوية. مجرد ما يبتدي يوصل لسنه رابعه، لا ده انا ببتدي افتح وانتشر مع العالم وانزل معلوماتي، واي حد يستخدم معلوماتي وهو كده كده هيستفاد من معلوماتي، يعني ده السؤال اللي بنحط يعني. طيب بعد كده حاجه ثانيه، احنا قلنا عنواننا ميديكال ليجال اسبيكت اوف بروبلماتيك انترنت يوز. طب ايه البروبلماتيك انترنت يوز؟ اهم حاجه في البروبلماتيك انترنت يوز احنا في راينا ان هي كانت الادكشن، ان واحد ادكت للانترنت. طيب ما احنا عشان نعرف ان هو ادكت الانترنت لازم نقيس مين الادكت ومين النون ادكت. طيب ببساطه احنا شفنا سكيلز كتير عالميه بتقيس الموضوع ده، ولا واحد فيهم نفع يطبق معانا، ففكرنا وقعدنا لحد ما حطينا سكيل خاص بينا، وطب ومسمينه 3 ام سكيل، لاني يعني حروف الام عشان معظمنا كان محرف حرف الام يعني. فالسكيل ده الفكره ان احنا لما طبقناه على كذا عينه وجبنا العينات دي طبقناها على السكيلز العالميه، الثانيه طلعت نفس النتائج. فدي الحاجه الصراحه اللي احنا نفخر بيها يعني. احنا حطينا السكيل بتاعنا يا جماعه. شكرا. طيب
نيجي بقى للايه للشغل بتاعنا تاني اللي هو نرجع تاني للادكت اللي هو المقارنه بين الادكت والنون ادكت. طيب شكرا ده شيء شرف. طيب انا دلوقتي لما جينا اتكلمنا على حته الميل والفيميل والجريتس والكلام ده احنا حطينا كرايتيريا معانا اللي هي الفايلنس وبينج فيكتيم وكده. لا هنا في الادكت في حاجه مختلفه. ده انا عندي في كرايتيريا تانية ممكن تطلع لي تزود لي الفايلنس، والفايلنس ده طبعا لما ينتشر انا لو واحد بيزيد عندي طاقه سلبيه وبيزيد عندي الفايلنس انا هطلع بره اعمل جرايم. واحد قاعد على النت 24 ساعه في 24 ساعه منعزل عن العالم، مجرد ما يتعامل مع العالم الخارجي هيرتكب مشاكل طبيعي. فعشان كده قسنا حته اللي هي الفاميليال انكوهيرنس اللي هي التفكك الاسره. لقينا في الادكت 40% 44% منهم عندهم تفكك في الاسره، في حين ان 9% في النون ادكت بس هم اللي بيعانوا من المشكله دي، فطبعا نسبه عاليه. كذلك قسنا اللي هي النيجاتيف امبريشن، يعني قلنا له بتحس بمشاعر سلبيه بعد ما تقعد على النت وكده. الادكت اللي هو بعد ما قسمناهم ادكت ونون ادكت لقينا الادكت مجاوب نعم 61%، في حين النون ادكت 12% بس. وحته الاكتيفيتي ان رياليتي، نشاطك على الفيس اكتر او على السوشيال ميديا اكتر ولا على ولا في الرياليتي في الواقع. لقينا ان الادكت هنا قليلين 9% بس بيتفاعلوا مع الواقع وعايشين حياتهم الباقيه على النت، في حين ان النسبه الثانيه 45% نسبه كبيره لا بيتفاعلوا مع الواقع. احنا النت ما بيأثرش في حياتنا قوي بس. وبعد كده بقى اتكلمنا في الكرايتيريا بتاعتنا العاديه اللي هي الفايلنس اجينست اوفنس واللي هي الايه البينج فيكتيم. بس البينج فيكتيم لاحظنا حاجه غريبه، ان الشخص الادكت تمام محمي اكتر من الشخص النورمال، يعني اللي هو اللي عنده ادكشن الانترنت صعب جدا هو يبقى فيكتيم لسايبر كرايمز، في حين ان الشخص النورمال العادي الطبيعي اللي بيقعد على النت قليل مش ادكت ليه لا ده معرض اكتر ان هو يبقى سايبر كرايمز تحصل له بطريقه غريبه تمام. بس وفي الاخر خالص سالنا سؤال، هل حاولت تبطل يعني توقف استخدامك الانترنت يعني انت تبعد عنه شويه وترجع للرياليتي شويه؟ لقينا ان هو في الادكت نسبه كبيره جدا منهم حاولوا 91%، في حين ان 33% من التانيين حاولوا، هو كده كده اصلا مش حاسس ان هو عايز يبعد عن النت لان هو نورمال فنسبه قليله. طيب اللي حاولوا دول بقى كام في الميه منهم نجحوا؟ 0% في الادكت. كل الشيتات او كل الكوشنيرز اللي تم وضعها ان هي ادكت كلهم ولا واحد فيهم نجح ان هو يبعد عن الانترنت، في حين ان 100% من 33% دول قالوا ان هم نجحوا فعلا. بس يبقى لاخر نسبه اللي هي الانكزايتي ويزاوت انترنت، اللي هي انا هل بتحس بالقلق او التوتر وانت بعيد عن الانترنت؟ طبعا الادكت 92% انا بحس بالتوتر وانا بعيد عن الانترنت حاجه بتاكله، انما الثاني لا ده 6% حاجه ولا مش مشكله ما يهمنيش قوي ان انا اقعد على الانترنت. طيب بعد الريزلتس دي كلها بقى والكلام ده كله عايزين نطلع بحاجه ايه يعني صغيره كده، ان النسب دي كلها اثبتت لنا ان الميلز هم فعلا زي ما انا قلت ان هم معرضين اكتر ان هم يبقوا فيكتيم تمام للسايبر كرايمز اكتر من الفيميلز، ما عدا البروفيجيشن التحرش الحاجه الوحيده اللي نسبتها طلعت عاليه تمام. ان سنه اولى معرضين اكتر للسايبر كرايمز من سنه رابعه، سنه رابعه نضجوا وكبروا وكده فخلاص بقوا يعرفوا يحمي نفسهم، يعرف غير ان هو بيعرف عارف يحمي نفسه على النت. تالت حاجه ان الفيميلز اكتشفنا ان هم الادكت ان الاناث اكتر ادكشن من الميلز، وده برضو حاجه في المستقبل بتعرضهم ان هم هي دي برضو بتفسر حته هم ليه الادكت محميين او ليه الميلز اكتر من الفيميلز في التعرض للسايبر كرايمز، لان الفيميلز مور ادكت الادكشن ده بيحميهم بيخليهم حاميين نفسهم. اخر حاجه خالص ان الانترنت كده كده في الاخر الاند ريزلت ان هو بيزود الفايلنس اوت سبريد، بينشر العنف او استخدام السيء للانترنت تحديدا بينشر العنف في وسط المجتمع، والعنف ده اللي ممكن في الاخر يعمل لي كرايمز اللي هي الماديه اللي هو شغل الفرنسيك بقى الاصلي اللي هو القتل بقى والانتحار والحاجات دي كلها. طيب ايه هي الريكومنديشنز بتاعتنا؟ هي احنا اختصرنا الريكومنديشنز كتير في حاجه واحده، ان انا جيف مور اتنشن تو سايبر كرايمز، ان انا مش ههتم بس بالجرائم اللي بره لا انا ههتم كمان بالجرائم الالكترونيه اللي ممكن بعد كده تسبب لي في يوم من الايام فعلا جرائم حقيقيه. ما لسه انا هقول يعني والتاني كمان ان احنا الشخص نفسه اللي بيستعمل النت عشان يحمي نفسه يزود البرايفسي بتاعته شويه.
يعني ما يسيبش كل حاجة متاحة على الانترنت، لاني مش كل حد على النت كويس، فاي حد في ناس نفوسها مش كويسة. فابسط حاجة هيخش يستخدم معلوماتك بطريقة سيئة، تخش بعد كده في ليلة تانية يعني تبقى فايلنس بقى ومشاكل تانية. بس كده، ده كده ريسيرش.